أوضاع جبهة الجريلا في باكور كردستان منذ قفزة الأول من حزيران لباكك ولغاية اليوم. عام 99 عندما عاد عبد الله أوجلان إلى حضن تركيا، قرر مغادرة الجريلا من حدود تركيا بناء على تعليمات الدولة التركية. وفقا للبيانات الرسمية لباكك، فقد 928 مقاتلا جريلا حياتهم في طريق الموت أثناء رحلة الانسحاب المفاجئ والتي بدأت في 2 آب عام 99. استسلم 350 منهم، وما زال مصير نحو 100 آخرين مجهولا. حرف أوجلان كافة أهداف باكك، طور باراديغم التدريج وقال: لا نريد دولة، نريد أن نعيش في أحضان الدولة التركية، فالدولة التركية هي جذع الشجرة والكرد غصن منها. كان هذا هو الباراديغم الجديدة، ولم يبقى هناك مبرر أو حاجة للحرب، لكن الدولة التركية كانت بحاجة إلى الحرب لأسباب داخلية وخارجية. لذا أعطى أوجلان الأمر الثاني وقال: لتبدأ الحرب من جديد. في 15 أب عام 2003 وبعلم الدولة وتعليماتها، أمر أوجلان محاميه محمود شاكار وعرفان دوندار وقال: ليستأنف باكك القتال من جديد. لكن قيادة باكك لم تكن مستعدة لهذا الأمر، ولإدانة تنظيمه وتجريمه لم يلتقي أوجلان محاميه، وانشق الآلاف من مناضلي باكك والمئات من قادته بسبب أمر أوجلان هذا. لكن أوجلان لم يتردد ولم يتراجع عن قراره وأمر باستئناف القتال. واضطر باكك إلى اتخاذ قرار استئناف الحرب في الأول من حزيران عام 2004، قرار الانسحاب في 2 آب، وكذلك قرار الحرب في الأول من حزيران، كانا قرارين للدولة التركية. تمثلت مهمة أوجلان في هذا الأمر كوسيط، أرسل الأمر لحزبه باكك. عاد المناطق الحدودية كزاغروس وبوتان إلى أمد. انتشر الجريلا في مناطق كارزان، ميردين، ديرسم، كوشجري وسرحت. تمركزت فرق الجريلا في تركيا في جبال البحر الأحمر وبحر إيجا. تحركت قوات الجريلا داخل حدود باكور كردستان وتركيا لعشرة أعوام دون أي عوائق جدية من جانب الدولة. لكن الدولة التركية أرادت هذه المرة خروج الجريلا من تركيا والتمركز داخل حدود روجافا وإقليم كردستان. وبهذه الطريقة سيتم تبرير العمليات العسكرية للدولة التركية العابرة للحدود. بينما في باكور كردستان انخفض عدد الجريلا تدريجيا وتم تصفيتهم بشكل تدريجي، وتم هذا بثلاثة طرق مختلفة. الطريقة الأولى: قبل عام 2014 تم إرسال الجريلا نحو روجافا وإقليم كردستان، وفي حرب 2014 في كوباني تم جلب الجريلا من آمد وميردين وغارزان إلى حدود روجافا كوباني عن طريق ممر أوجلان. باكك المخابرات التركية ميت بالسيارات، ولهذا قال أوجلان آنذاك بأن عملية ميت أنقذت كوباني. أنا وهاكان فيدان رئيس المخابرات التركية ميت أنقذنا كوباني. الطريقة الثانية: في عام 15 قام باكك بإشراك قوات الجريلا المتبقية في آمد وغارزان وبوطان وميردين وبنغول وموش في حرب الخنادق، وكان الجريلا يستقلون السيارات من لجة أمام أنظار الدولة ويدخلون مدينة آمد ويديرون القتال في حرب الخنادق في سور آمد. لكن الدولة التزمت الصمت تجاه هذه الاستعدادات لباكك. في النهاية انتهت حرب الخنادق بهزيمة كبيرة. تم تهجير 3 ملايين كردي من المدن التي كانت تحت سيطرة وهيمنة باكك. فقد ما يقارب من 3000 شاب كردي حياتهم في هذه الحرب. تم تدمير 9 مدن كردية تاريخية. دخل الشعب والجريلا وسط فراغ كبير. الطريقة الثانية: بعد هاتين العمليتين بدأت الدولة التركية بتصفية كافة قوات الجريلا واحدا تلو الآخر في عمليات كبرى في الداخل وعلى الحدود، وبالأخص قادة الأيالات. سقطت معسكرات ومواقع الجريلا طيلة 30 عاما كجابر، أندوك، جودي، باستا، كاتو، باغوك ومنذر تحت سيطرة الدولة التركية. خلال هذه العمليات في أمانوس قتل إبراهيم شنغال والملقب باسم الحركي بدر الدين ترك، في البحر الأسود محمد يكشر، زين القرادينز وبارش أونر، طارق دفريم، في آمد أكرم كناي واسم الحركي آزاد سيسر وهجار جليك، نومان باتمان، في باتمان إسحاق أوزجاكتو، أرهان غارزان ونوزاد قندوس، آزاد فارقين، في ديرسم إسماعيل أيدمير، باران ديرسم وإبراهيم شوبان، أتاكان ماهر، في أرضروم في عام 18 قتل قائد الأيالة مدني سايلغان، بنزر كمال، في غارزان شريف ياكوت، علي بلين، في بوطان هوليا أورغلو، دلال آمد وحامية يالشنكايا، ليلى سورخوين،
وهكذا أصبحت مقرة ومعسكرات الباكاكا طيلة 30 عاما الماضية في جابر، أندوك، جودي، بستا، كاتو ومنزل تحت سيطرة الدولة التركية في مناطق آمت ودرسم، حيث كان هناك المئات من الجريلا. لم يبق منهم فيها سوى 2-6 جريلا خلال عمليات التصفية الداخلية وسط الجريلا. إلى جانب هذه العمليات الداخلية، أطلقت دولة تركيا عمليات على الحدود ولم تسمح باجتياز الحدود فيما بعد. بين عامي 15 و 18 استولت دولة تركيا على جميع معسكرات ومواقع باكاكا على الحدود في باكور وأزالتها، انطلاقا من خط سلوبي، قلبان، بيت شباب، جولامير، جالي، جافر، شمزينان، أساندرا وباشكالا شمالي الحدود. نفذت الدولة التركية برنامجها وخطتها وطردت الجريلا من باكور ونقلتهم إلى الجانب الآخر من الحدود لتبدأ بعدها عمليات العدو على الجانب الآخر من الحدود. وسلسلة العمليات الجارية حاليا باسم المخلب إنما هي نتيجة لهذه العمليات.